كان الأب يحاول أن يقرأ الجريدة، لكن ابنه الصغير لم يكف عن مضايقته. وحين تعب الأب من مضايقات ابنه، قام بقطع ورقة في الجريدة كانت تحتوي على خريطة العالم، ومزقها إلى قطع صغيرة وقدمها لابنه، وطلب إليه إعادة تجميع الخريطة. ثم واصل قراءته للجريدة ظناً أن ابنه الطفل سيبقى مشغولاً بقية اليوم، إلا أنه لم تمر 15 دقيقة حتى عاد الابن إليه وقد أعاد ترتيب الخريطة. فتساءل الأب مذهولاً: هل كانت أمك تعلمك الجغرافيا؟ رد الطفل قائلاً: لا، لكن كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة، وعندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم. وعندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم. كانت عبارة عفوية من الطفل، لكنها كانت ذات معنى عميق. عندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم، فالأهم هو بناء الإنسان. عندما أراد الصينيين القدامى أن يعيشوا في أمان، بنوا سور الصين العظيم، كلكم تعرفوه، واعتقدوا بأنه لا يوجد من يستطيع تسلقه لشدة علوه. ولكن خلال 100 سنة الأولى بعد بناء السور، تعرضت الصين للغزو 3 مرات، وفي كل مرة لم تكن جحافل العدو البرية في حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه، بل كانوا في كل مرة يدفعون للحارس الرشوة ثم يدخلون عبر الباب. لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس. بناء الإنسان أحبتي يأتي قبل بناء كل شيء، وهذا ما نحتاجه اليوم. يقول أحد المستشرقين: إذا أردت أن تهدم حضارة أمة ما، فهنالك 3 وسائل، وهي: اهدم الأسرة، اهدم التعليم، أسقط القدوات والمرجعيات. ولكي تهدم الأسرة عليك بتغييب دور الأم، اجعلها تخجل من وصفها ربة بيت. ولكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه. ولكي تسقط القدوات عليك بالعلماء، اطعن فيهم، قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد. فإذا اختفت الأم الواعية واختفى المعلم المخلص وسقطت القدوة والمرجعية، فمن يربي النشأ على القيم؟ يعتقد كثيرون أن مظاهر البنية التحتية مثل المباني والطرقات والمؤسسات وغيرها هي معيار حداثة المجتمع وتطوره، بغض النظر عن ثقافته وقيمه وطرق تفكيره. وهذه النظرة قاصرة جدا بلا شك. فعلى الرغم من أهمية تطور البنية التحتية وحداثتها، لكن ليست المعيار الوحيد والحقيقي الذي يدل على تقدم ورقي شعب ما، إذ أن الإنسان هو المحور الجوهري في عملية بناء وتحديث المجتمعات ورقيها وتقدمها. وبذلك فبناء الإنسان أهم بكثير من أي أمور أخرى، ويتحقق بناء الإنسان في بناء شخصيته وتربيته التربية الصحيحة المبنية على القيم والأخلاق، وتزويده بالمعارف والعلوم، إذ أن العلم مقرون بالقيم والمسؤولية، إذ هو أساس البناء. فأول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلمة اقرأ، ومن هنا نستشعر أحبتي بأن التعليم والتكليف هما نقطة الانطلاق لذلك. لذا أتطلع إلى أن تقرر في مراحلنا التعليمية مادة التربية الأخلاقية وتزكية النفوس التي تعد قوة دافعة للسلوك والعمل. فالقيم والأخلاق المرغوب فيها متى تغلغلت في نفس الفرد جعلته يسعى دائما للعمل على تحقيقها، من مبدأ الالتزام الأخلاقي والشعور بالمسؤولية الأخلاقية. وبهذا نكون قد أسهمنا في بناء إنسان سوي متحضر يبني مجتمعا طموحا متقدما متطورا راقيا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. الأخلاق الإسلامية نابعة من الدين،
وكفيلة بالخير المطلق وصالحة للناس أجمعين. ومجمل رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعلى هذا تميز المسلمون الأولون بالأخلاق التي فتحوا بها وسادوا، لأنهم التزموا عبادة الله واتقوه حق تقاته. بالأخلاق أحبتي كانت حياة الصحابة الكرام تنهض بالمجتمع الإسلامي، كيف لا وهم ممن تخرجوا من مدرسة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وصفه صاحب العزة والجبروت بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق أحبتي روح الأمة، فإذا صحت الروح عاشت الأمة قوية عزيزة عظيمة، وإذا فسدت الروح تهاوت الأمة وخارت قواها وأصبحت مطمعا للطامعين وهدفا للأعداء. الإسلام أحبتي ليس اعتقادا في القلب فقط، بل هو منهج حياة يتحول فيها الاعتقاد والإيمان إلى ممارسة سلوكية في جميع جوانب الحياة، وبذلك يكون المنهج الإسلامي أداة للسمو بالإنسان ماديا ومعنويا. والله يحفظكم وأهليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.